بقول ان الدنيا ماشيه بمنتهى الهدوء في محافظه البحيره، الدنيا كلها متوفره، يبقى بس ان الناس تنزل تنتخب المرشح اللي هي عايزاه. واحنا بنقول وبناكد دايما ان محافظه البحيره على مسافه واحده من الجميع، وان احنا امبارح اليوم عدى بسلام بدون اي مشاكل، والنهارده ان شاء الله برضه هيعدي ان شاء الله على خير. بنقول ان اللجان العامه استعدت لي استقبال صناديق الاقتراع اللي جاي تسع لجان عامه تم تجهيزها واعدادها طبعا، وجاهزه ان شاء الله في نهايه اليوم لاستقبال صناديق الاقتراع اللي جايه من اللجان الفرعيه اللي هم 1296 لجنه داخل محافظه البحيره في ال 15 مركز وال 18 مدينه. فبنقول ان شاء الله ان محافظه البحيره اليوم يعدي معاها كويس. بنقول ان طبعا احنا مأكدنا طبعا على الاجراءات الاحترازيه حوالين اللجان والاجراءات اللي تمت في تطهير اللجان نفسها عشان احقق طبعا الامان للساده المواطنين في وصولهم للجنه ومن غير دون اي مشاكل. بنقول ان موفرين طبعا الكراسي المتحركه وموفرين اسعاف لو حصل اي حاجه، مستشفيات رفع درجات الاستعداد، مديريه الامن بتادي واجبها على اكمل وجه، القوات المسلحه متواجده معانا بدوريات متحركه وفي مراكز العمليات. فبنقول ان شاء الله اليوم يعدي على خير، الكل يؤدي واجبه، مديريه الامن جاهزه ان شاء الله باذن الله، والسيد مدير الامن بنفسه بيشرف على التامين اللي بيتم حوالين لجان المحافظه بالكامل، وبيشرف ان شاء الله على التامين برضو حول التسع لجان عامه عشان يبقى فيه امن وامان للساده المستشارين سواء في وصولهم ونقلهم للصناديق بتاعتهم في اتجاه اللجان الفرعيه التسع لجان. تأمين كامل، وبنشكر سيادته وبنشكر السادة الضباط وكل أمناء الشرطة وكل جنود الشرطة اللي قاموا على تأمين العملية الانتخابية، وبنشكر قواتنا المسلحة الباسلة اللي متواجدة معانا وفي كل شوارع المحافظة بدورياتها بتلف وبتساعدنا على إنجاز المهمة اللي احنا بننفذها. إن شاء الله النهاردة اليوم يعدي على خير ويكتب النجاح للعملية الانتخابية في محافظة البحيرة. شكرا لحضرتك. رسالة يا فندم بقى للمواطن البحراوي في آخر يوم في جولة الإعادة. هي رسالة واحدة بنقولها لهم دايما في الانتخابات، انزل مثل نفسك، اختار المرشح اللي يعجبك، اعمل محافظة على مسافة واحدة من الجميع، ما تكسلش انك تختار مرشح عشان ما يجيلكش مرشح انت ما انتش راضي عنه في الاخر ما يحققش امالك اللي انت بتحلم بيها. فانزل واختار وقول كلمتك ونقي بعناية، واللي يمثلك واللي يمثلك مع الجهاز التنفيذي في الدولة. غرفة العمليات رصدت اي مشكلة حتى الان؟ لا لا، ما فيش اي حاجة، غرف العمليات الامور قلت بتسير بمنتهى الهدوء داخل محافظة البحيرة.